دعا رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور إلى الاستفادة من التجربة الألمانية خلال زيارتهم لها قريبا. جاء ذلك خلال ترأس رئيس هادي اليوم اجتماعا للجنة صياغة الدستور للاطلاع منهم على ما أنجزته اللجنة في إطار برنامج عملها في صياغة الدستور الجديد. وأكد الرئيس هادي لرئيس وأعضاء اللجنة ضرورة العمل بكل الطاقات والإمكانيات والاستغلال الأمثل للوقت لسرعة صياغة دستور معبر عن الإجماع الوطني من خلال استيعابه لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي صنعه اليمنيون بأنفسهم، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيكون بصياغة يمنية ليرسم معالم مستقبل اليمن الجديد.